مبدئيا دكتورة، حدثينا عن فرط الحركة كيف يتم عند الأطفال، وما هو الأعراض أو ما هي العلامات؟ أول شيء عشت إليكم على طرح هكذا موضوع اللي هو جدا جدا مهم حقيقة، عنده يعاني من عنده الملايين من الأطفال حول العالم. وضمن اختصاصي دا أشوف الكثير من الأطفال، خلي أقول تحديدا ببغداد بالعراق، عن يعانون من هذا الموضوع. مع كل الأسف التوعية قليلة، إن كانت بالغذاء أو حتى بالدواء أو حتى بالتشخيص. شنو هو فرط نشاط الحركة؟ هو أحد أمراض العصر اللي يعاني من عند الأطفال اليوم، مثل ما قلت ملايين حول العالم. هي متلازمة ADHD. وأيضا عندنا متلازمات أخرى تشبهها مثل الأوتزم اللي هو التوحد. ففرط نشاط الحركة أو التوحد هو يتشابهون، ولكن هي متلازمة. شنو يعني متلازمة؟ المتلازمة يعني بها عدة أعراض جانبية ما نقدر نشخصها بعرض أو عرضين أو ثلاثة. لازم أقل شيء يعاني الطفل من 6 أعراض حتى نقول هو يعاني من فرط النشاط أو الفرط اللي هي ADHD، فرط نشاط الحركة عند الطفل. طيب، شنو هاي الأعراض؟ خلينا نتعرف على هذه الأعراض. بالضبط، فرط نشاط ممكن يقفز على سبيل المثال على القنفات، ما يهدأ، أيضا ممكن ما يكون عنده انتباه، ما يركز، عصبي، حقود، مؤذي للآخرين ويذب اللوم على الآخرين. طيب. وغيرها أكيد مع الوقت راح نتكلم. زين.